بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين، اللهم آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والآخرة: فصل وشروط الجمعة. قال: فصل: تجب الجمعة على كل مسلم مكلف، ذكر، حر، مقيم بلا مرض. ذكر رحمه الله تعالى شروط وجوب الجمعة، وقال: إن شروط وجوب الجمعة سبعة. الشرط الأول: الإسلام، والثاني: البلوغ، والثالث: العقل. وجمع بين هذين الشرطين بقوله: مكلف. فالمكلف هو البالغ العاقل. إذن هذه ثلاثة شروط. والشرط الرابع: أن يكون ذكرا، أي الذكورة. والشرط الخامس: الحرية. والشرط السادس: الإقامة. والشرط السابع: الصحة. فمن اتصف بأضداد هذه الشروط فإن الجمعة لا تجب عليه. فالجمعة لا تجب على الكافر، ولا تجب على الصبي، ولا تجب على المجنون، ولا تجب على المرأة، ولا تجب الجمعة على العبد، ولا تجب الجمعة على المسافر، ولا تجب الجمعة على المريض الذي يشق عليه الحضور إليها. إذن هذه السبعة شروط وجوب الجمعة. في قوله: تجب الجمعة على كل مسلم مكلف، ذكر، حر، هذا واضح. أما قوله: مقيم، فما المقصود بالمقيم؟ من هو الشخص المقيم؟ الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى مستوطن، ومقيم، ومسافر. فمن هو المستوطن؟ ومن هو المقيم؟ ومن هو المسافر؟ هذا سنشرحه الآن، لأنه هنالك اختلاف في الأحكام الفقهية المترتبة على هذه التعاريف. نقول: الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إما مستوطن، أو مقيم، أو مسافر. أحسنتم. فالمستوطن هو من اتخذ المكان وطنا، من اتخذ المكان وطنا لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء. أحسنت. لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء، هذا يسمى مستوطن. واضح. القسم الثاني: المقيم، وهو من أقام في بلد نزل فيه 4 أيام فصاعدا، 4 أيام فصاعدا، ولم يتخذه وطنا. شكر الله لكم. المسافر وهو غير المستوطن
وغير المقيم. لاحظ معي، الشخص الذي اتخذ المكان الذي نزل فيه وطنا يستقر فيه، لا يرحل عنه لا في الصيف ولا في الشتاء، هذا يسمى مستوطن. شأنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، استقر فيها واتخذها وطنا، فلم يرحل عنها أبدا إلا لغزو أو حج، صح؟ إذن هذا هو الشخص المستوطن. إذا جيت أنا إلى بلادكم ناويا الاستقرار والبقاء فيها وأن أتخذها وطنا، أكون مستوطنا. القسم الثاني المقيم. المقيم هو من أقام في بلد 4 أيام فصاعدا، لكنه لم ينوي اتخاذ ذلك البلد وطنا له، هو نزل في تلك البلد لحاجة ما، نزل لطلب العلم أو للعلاج أو للتجارة، يمكن أن يمكث شهر أو شهرين، سنة أو سنتين، 5 سنوات أكثر أو أقل، لكن لم يتخذ ذلك المكان وطنا له، يقضي حاجته من تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك ثم يعود إلى وطنه، حتى وإن امتد إلى سنوات، حتى وإن كان 4 أو 5 سنوات، هذا يسمى مقيم. واضح؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أن هذا اتخذ المكان وطنا، أما هذا فلم يتخذ المكان وطنا. المسافر هو غير المقيم وغير المستوطن. المسافر إما أن يكون جادا في السفر، أي يمشي في السفر، أو نزل مكانا لكن أقل من 4 أيام، نزل في مكان مدة يوم أو يومين أو 3 أيام، هذا أيضا يسمى مسافر. واضح؟ إذن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام، إما أن يكونوا مستوطنين أو مقيمين أو مسافرين. الجمعة على من تجب؟ الجمعة تجب على المستوطن، الجمعة تجب على المستوطن. وهل تجب على المقيم أو لا؟ تجب على المقيم أيضا. وهل تجب على المسافر؟ لا، لا تجب على المسافر. إذا من حيث الوجوب نقول الجمعة تجب على المسافر؟ لا. تجب على المقيم؟ نعم تجب على المقيم. تجب على المستوطن؟ من باب أولى أنها تجب على المستوطن. إذن الجمعة تجب على المستوطن وتجب على المقيم، هذا من حيث الوجوب. لكن يبقى عندنا شيء آخر، وهو هل تنعقد به أو لا تنعقد به. سيأتي معك بعد قليل أن الجمعة لها شروط أخرى، هذه 7 تسمى شروط وجوب الجمعة، هنالك شروط انعقاد الجمعة. من شروط انعقاد الجمعة أن يكون العدد في الجمعة 40 من أهل الكمال، فالجمعة لا تقام في أقل من 40، لا تقام فيما دون 40، تقام في 40 فصاعدا. هل في هؤلاء 40 يدخل المقيم أو لا يدخل؟ يدخل مستوطن أو لا يدخل؟ بالنسبة للمستوطن نقول نعم تنعقد به الجمعة، أما المقيم فلا تنعقد به الجمعة. هذا قول جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعية ومنهم الحنابلة، أن المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به. ما معنى لا تنعقد به؟ معنى لا تنعقد به أي أنه لا يحسب من 40، لا يحسب من 40، واضح؟ معنى لا تنعقد به أي أن هذا الشخص المقيم لا يصح أن يكون خطيبا في الجمعة، ولا يصح أن يكون إماما في الجمعة، واضح؟ لأن الجمعة لا تنعقد به وإن كانت تجب عليه.
فمثلي مثلا جيت هنا لأقيم أشهر أو سنة أو سنتين مثلا، أكون أنا مقيم لأنني لم أقصد اتخاذ هذا المكان وطنا لي، إذن أنا حكمي حكم المقيم، فالجمعة علي واجبة لكنها لا تنعقد بي. ما معنى لا تنعقد بي؟ أي لا يصح على كلام الجمهور ومنهم الشافعية أن أكون خطيبا أو أن أكون إماما بالجمعة، واضح؟ لأنها لا تنعقد بالمقيمين وإن كانت واجبة عليهم. نعم، هنالك وجه عند الشافعية يقول هذا الوجه أنها تنعقد بالمقيم، لكن هذا الوجه ليس هو المعتمد، المعتمد أنها لا تنعقد بالمقيم. نعم، هنالك قول آخر عند المالكية هو المعتمد عند المالكية أن الجمعة تنعقد بالمقيم، لكن مذهب الشافعية والحنابلة أن الجمعة تجب على المقيم لكن لا تنعقد به. واضح ولا؟ إذن أريد منك أن تفرق أولا بين المستوطن والمقيم والمسافر، هذه جزئية. ثم أريد منك أن تفرق بين أمرين، بين الوجوب والإنعقاد. الوجوب شيء والإنعقاد شيء آخر. فالجمعة قد تجب على الشخص وتنعقد به، وقد تجب على الشخص ولا تنعقد به، وقد لا تجب ولا تنعقد أيضا. واضح؟ إذن فرق بين الثلاث المصطلحات، المستوطن والمقيم والمسافر، وفرق أيضا بين شرط الإنعقاد وشرط الوجوب. فمثلا المسافر تجب عليه، عفوا، المستوطن تجب عليه وتنعقد به، المقيم تجب عليه ولا تنعقد به، أما المسافر لا تجب عليه ولا تنعقد به. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا، لأن العلامة القاضي أبا شجاع في مختصره عندما تكلم على شروط وجوب الجمعة ذكر أن من شروط وجوب الجمعة الاستيطان. الاستيطان ليس من شروط وجوب الجمعة، الإقامة من شروط وجوب الجمعة، الاستيطان من شروط انعقاد الجمعة، لأن المستوطن تنعقد به، أما شرط وجوب الجمعة فليس الاستيطان وإنما الإقامة. واضح؟ فحصل لبس عند البعض عندما قرأ المختصر. إذن نقول عندما ذكر العلامة القاضي أبو شجاع عندما ذكر الاستيطان من شروط الوجوب فإنما يقصد بالاستيطان الإقامة، لأن الإقامة هي شرط الوجوب، أما الاستيطان فإنه شرط الانعقاد. واضح؟ إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجمعة على كل مسلم مكلف ذكر حر مقيم بلا مرض، ويعذر في ترك الجمعة والجماعة عند المطر والمرض والتمريض، أي إذا كان يمرض شخصا ليس هنالك من يقوم عليه على رعايته والعناية به، ليس له متعاهد يتعاهده، سواء كان هذا الشخص المريض من قرابتك أو لم يكن من قرابتك، فهذا عذر لك في سقوط الجمعة والجماعة. قال: عند المطر والمرض والتمريض وإشراف القريب ونحوه على الموت، أي في لحظات الاحتضار، فهذا عذر أيضا يسقط الجمعة والجماعة. قال: والخوف على نفسه أو ماله أو عرضه ومدافعة الحدث مع سعة الوقت وشدة الجوع وشدة العطش وشدة الحر والبرد وشدة الريح بالليل، أما إذا كانت الريح نهارا فليست عذرا،
وشدة الوحل سواء كان الوحل ليلا أو نهارا فإنه عذر يسقط الجمعة والجماعة. قال رحمه الله: وشدة الوحل وسفر الرفقة، أي إذا خاف أنه إذا ذهب لصلاة الجماعة أن الناس يسافرون عليه ويتركونه ويصعب أنه يسافر وحده، فإنه عذر يسقط صلاة الجمعة والجماعة. وأظن هذه الأعذار واضحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل وشروط الجمعة. هذه الشروط التي ذكرها المصنف في هذا الفصل هي شروط صحة الجمعة، هي شروط صحة الجمعة. قال: وشروط الجمعة أن تكون كلها في وقت الظهر، فلا يصح أن تتقدم على وقت الظهر، ووقت الظهر كما مر معكم من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله عدا ظل الزوال. قال: أن تكون كلها في وقت الظهر، وأن تقام في نفس البلد، فلا تقام الجمعة في الصحاري والخيام المتفرقة في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر أهل الخيام وأهل البوادي الذين يسكنون حوالي المدينة، لم يكن يأمرهم بإقامة الجمعة، فدل ذلك على أن الجمعة لا تشرع لهم. قال رحمه الله تعالى: وأن تقام في نفس البلد، وألا تقام قبلها جمعة في تلك البلد، ألا تقام قبلها جمعة في تلك البلد. وهذا مبني على أن الأصل أن الناس يجتمعون في البلد كلهم في مسجد واحد لأداء صلاة الجمعة، وهذا هو الأصل. لكن إذا وجدت حاجة في تعدد الجمع، كأن يزدحم الناس ولا يوجد في البلد مسجد يتسع لهم جميعا، فحينئذ يمكن أن تقام جمعة أخرى، لكن تقام جمعة أخرى بما يسد الحاجة فقط. أما تعدد الجمع بالشكل المنتشر الموجود في زماننا، كل مسجد يبنى تقام فيه جمعة، هذا يؤدي إلى تفريق الكلمة. تخيل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد سكانها في تلك الفترة؟ آلاف، ومع ذلك لم يكن يقام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا جمعة واحدة. تخيل أن الذين شاركوا في غزوة الأحزاب مثلا من الصحابة، عفوا في غزوة أحد من الصحابة 1000، هؤلاء 1000 الرجال فقط، وكل واحد معه أسرته، يعني لو قلت هو وزوجته وأولاده إلى آخر، كم يجتمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء 1000 الذين خرجوا غير الذين لم يخرجوا، ومع ذلك لم تكن تقام إلا جمعة واحدة. اليوم للأسف في كل قرية صغيرة تقام جمعتان، 3 جمع، 4 جمع في قرية صغيرة، هذه إشكالية. وربما أحيانا يكون السبب هو الخلاف الفكري، أن هذا لا يحب أن يحضر عند هذا، وذاك لا يحب أن يحضر عند ذاك، وما شابه ذلك، مع أنه بإمكانهم إذا كان ولا بد أن يختلفوا على هذه الطريقة التي ذكرنا في أكثر من مجلس أنها مذمومة، يمكنهم أنهم في كل جمعة يخطب منهم خطيب، هذا المسجد يخطب في الجمعة الأولى الخطيب من هنا، والجمعة الثانية خطيب من هنا، والثالثة خطيب من هنا، والرابعة خطيب من هنا، المهم أنهم يجتمعوا في مسجد واحد، لأن كثرة الجمع وتعددها ربما يؤدي إلى عدم صحة الصلاة، ولذلك هذا الشرط شرط صحة. فقال المصنف رحمه الله: وألا تقام قبلها جمعة في تلك البلد. ثم قال: وأن تصلى جماعة،
لأن صلاة الجمعة لا تصح انفرادا، فالجماعة فيها فرض عين، لا يمكن لشخص أن يقول صليت الجمعة منفردا. قال رحمه الله: وأن يكونوا 40 ذكرا مكلفا حرا مستوطنا. لاحظ معي هنا قال مستوطنا، لماذا قال مستوطنا؟ لأنه يتكلم على الانعقاد، فالاستيطان شرط الانعقاد، وأما الإقامة فشرط الوجوب. فقالوا أن يكونوا 40 ذكرا مكلفا حرا مستوطنا. ما تعريف المستوطن؟ لا يضعن أي لا يرحل شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، هذا هو المستوطن، واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يتقدمها أي يتقدم صلاة الجمعة خطبتان. ثم ذكر لك شروط الخطبتين، أو ذكر لك أركان الخطبتين، ليس الشروط، أركان الخطبتين. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وفروض الخطبتين خمسة: الأول حمد الله فيهما، ويشترط في هذا الركن أن يأتي بمادة الحمد، فيقول: الحمد لله، أحمد الله، نحمد الله، لله الحمد، ونحو ذلك، فلا بد أن يأتي بهذه المادة حاميم دال. الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، وهذا أيضا يشترط فيه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، فلو أتى بصيغة أخرى كأن قال: أسلم على رسول الله، السلام على رسول الله، ونحو ذلك، فلا تصح خطبته، لا بد أن يأتي بصيغة الصلاة: أصلي، أو والصلاة والسلام، أو الصلاة على رسول الله، أو نحو ذلك. الثالث الوصية بالتقوى فيهما، وهذا لا يشترط فيه اللفظ، فيكفي فيه أن يأمر بأمر أخروي، أي أمر تعبدي، كأن يقول لهم: صلوا أرحامكم، اتقوا ربكم، اذكروا الله، أو ينهاهم عن نهي، فيقول مثلا: لا تقطعوا أرحامكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونحو ذلك. قال الرابع: قراءة آية في الأولى أو الثانية، قراءة آية كاملة مفهمة، فلو قرأ بعض آية فلا يجزئ، ولو قرأ آية لكنها غير مفهمة مثلا طه ونحوها أيضا لا يجزئ، لا بد أن تكون الآية كاملة مفهمة. قال رحمه الله تعالى: الخامس الدعاء للمؤمنين ولو رحمكم الله، ويكون في الخطبة الثانية. إذن هذه الخمسة تسمى أركان الخطبة وتسمى فروض الخطبة، لا تصح الخطبة إلا بها، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما يشترط أن يوجد في الخطبتين، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، وهو الركن الأول والثاني والثالث. فحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى لا بد أن يكون في الخطبة الأولى، ولا بد أن يكون أيضا في الخطبة الثانية، في الأولى والثانية. وأما قراءة الآية فيكفي وجوده في إحدى الخطبتين، يكفي أن يوجد إما في الأولى وإما في الثانية. وأما الدعاء للمؤمنين فيجب أن يكون في الخطبة الثانية، فلو أتى به في الخطبة الأولى فلا تصح الخطبتان، وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله: واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، واسم الدعاء ثانية أي في الخطبة الثانية، واسم الدعاء أي أقل ما يطلق عليه الاسم، واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، وحسن تخصيصه بالسامعين. إذن عرفنا من هذا أن أركان الخطبة خمسة ولا تصح الخطبة إلا بها، وكان يوجد في بلادنا في منطقة إب
أحد فقهاء الشافعية كبار السن إذا جاءه أحد الشباب يريد أن يخطب عنده في المسجد يقول له سأسمح لك تخطب بشرط أن تخبرني أولا ما هي أركان الخطبة، فإن أجاب سمح له أن يصعد المنبر ويخطب الناس، وإن لم يجب لا يسمح له بصعود المنبر. لماذا؟ لأن تخلف ركن يعني بطلان الخطبة، وبطلان الخطبة يعني بطلان الصلاة. واضح؟ إذن الأمر له أهمية بالغة، وهذا مما ينبغي أيضا أو مما يجب على من يتولى الخطابة والإمامة أن يتعلمه. ولذلك طلبنا يا أستاذ لقمان، طلبنا وأنت أيضا أن تقام دورة متخصصة للأئمة والخطباء فقط، هذا مهم جدا أن يعلموا ما يجب عليهم تعلمه، هذا مهم جدا، لأن هذا يعرض الصلاة للبطلان، وليس الصلاة فرد بل صلاة من يصلون خلفك جميعا، ربما المئات وربما أكثر من المئات. إذن يا إخوان هذا مما ينبغي أن ينشر علمه بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشروطهما أي شروط الخطبتين إسماعهما 40، أي أن يسمع أركان الخطبتين، هذه الأركان الخمسة أن يسمعها 40، والأربعين هم 40 الذين تنعقد بهم الجمعة، وقد تقدم بيانهم قبل قليل. قال رحمه الله: وشرطهما إسماعهما 40 أي إسماعهما الأركان، والموالاة بينهما أي بين الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة، فلا يفصل بفاصل طويل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، بل يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يفصل بفاصل طويل بين الخطبتين وبين الصلاة، فإذا انتهى من الخطبة أقيمت الصلاة وشرع مباشرة فيها. قال رحمه الله تعالى: وطهارة الحدث الأصغر والأكبر. ولذلك قلت لكم فيما أذكر عندما تكلمنا على ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، قلنا يحرم عليه 4 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف، وقلنا ويحرم عليه أيضا خطبة الجمعة. المحدث حدث أصغر يحرم عليه خطبة الجمعة، حتى قال بعض الشافعية وهو الشهاب الرملي قال: ليس لنا ذكر تشترط له الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى إلا خطبة الجمعة. فخطبة الجمعة لا بد أن يكون الخطيب متطهرا من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. قال رحمه الله تعالى: وطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان. طبعا المقصود بالنجاسة غير المعفو عنها مما سبق تفصيله في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: والقيام إن قدر، أي يجب عليه أن يخطب قائما، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك وصفه القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: وتركوك قائما. ثم قال: وستر العورة والجلوس بين الخطبتين بقدر الطمأنينة، وأن تكون الخطبة بالعربية، أن تكون الخطبة بالعربية أي في الأركان، أن تكون الخطبة بالعربية أي في الأركان، أما غير الأركان فيمكن أن تكون بلغة أهل البلد، لأن المقصود بالخطبة نصح الناس ووعظهم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. فما فائدة أن يكون أهل البلد لا يفهمون العربية وأنت تخطب الخطبة من أولها إلى آخرها بالعربية؟ ما الفائدة؟ فقط الأركان يجب أن تكون بالعربية، أما غير الأركان
فتكون بلغة أهل البلد. قال المؤلف رحمه الله: وأن تكون بالعربية وبعد الزوال، أي في وقت الظهر. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، تجهيز الميت وهو غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه الأشياء الأربعة تسمى تجهيز الميت، وهي من فروض الكفايات، بمعنى إذا قام بها البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين. وأشار إليها صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله: الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية. فهذه الأشياء الأربعة مفروضات على سبيل الكفاية. وقد ذكرت لكم في المذكرة جدولا يوضح حكم هذه الأشياء الأربعة إذا كان الميت مسلما، وحكمها إذا كان الميت ذميا، وحكمها إذا كان الميت حربيا أو مرتدا. ستجدونه في جدول عندكم في المذكرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل غسله، سيتكلم عليها واحدا واحدا، سيتكلم على تغسيل الميت، ثم سيتكلم على تكفين الميت، ثم سيتكلم على الصلاة عليه، ثم سيتكلم على الدفن. قال رحمه الله تعالى: وأقل غسله تعميم بدنه شعرا وبشرا بالماء الخالص بعد إزالة النجاسة. هذا أقل الغسل، أن يغسل مرة واحدة يعمم فيها جميع جسده بالماء، ولا بد أن يكون هذا الماء خالصا ليس مختلطا بشيء يسلبه الطهورية، لأنه إذا كان مختلطا بشيء يسلبه الطهورية فإنه حينئذ يكون طاهرا غير مطهر. ولذلك حتى إذا أضفت له كافور، قال لك فقهاء الشافعية يكون هذا الكافور كافور صلب، بحيث يكون التغير بمجاور وليس بمخالط، واضح؟ يكون هذا الكافور صلب، لا يكون هذا الكافور كافور دقيق مطحون، لأنه إذا كان مطحون، إذا كان دقيق، سوف يكون التغير بمخالط، سوف يذوب في الماء. أما إذا كان صلبا فإنه لا يذوب في الماء، فالتغير إن حصل به يكون تغيرا بالمجاور. هذا أمر. قال هنا: بالماء الخالص بعد إزالة النجاسة، أي بعد إزالة النجاسة العينية التي لا تزول إلا بغسلة. فلا بد أولا من إزالة النجاسة، ثم بعد ذلك يغسل الميت غسل الميت المعروف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الكفن فأقله ما يستر العورة. الكفن يعتريه حقان: حق لله عز وجل وحق للميت. حق الله عز وجل الواجب فيه ما يستر العورة، فإذا كان رجلا الواجب فيه بالنسبة لحق الله أن يستر ما بين السرة والركبة، هذا بالنسبة لحق الله عز وجل. أما بالنسبة لحق الميت فالواجب أن يكون الثوب ساترا لجميع البدن، واضح؟ فالواجب أن يكون الثوب ساترا لجميع البدن. فقول المصنف رحمه الله: أقله ما يستر العورة، نقول هذا الكلام في حق الله تعالى. أما في حق الميت فلا بد من ثوب يستر جميع البدن، واضح؟ هذا أقل المجزئ. هذا إذا كان ذكرا وكذلك أنثى يجب ثوب يستر جميع البدن. وأما المستحب فإنه يستحب للرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب: بيض عراض ليس فيها قميص ولا عمامة. وأما المرأة فيستحب أن تكفن في خمسة أثواب: لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار. لفافتان وإزار يغطي ما بين السرة والركبة، وخمار يغطي الرأس، وقميص
ولفافتان. إذن عندنا كم أثواب؟ خمسة: إزار لما بين السرة والركبة، وخمار للرأس، وقميص يعم البدن، وبعد ذلك تكون لفافتان. واضح؟ إذن هذا بالنسبة للمرأة خمسة أثواب، وأما الرجل فثلاثة أثواب. قال المصنف رحمه الله: والأفضل للرجل ثلاث لفائف، وللمرأة خمسة: إزار وخمار وقميص ولفافتان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على تغسيل الميت وعلى تكفين الميت، قال: فصل: وفروض الصلاة، وفروض صلاة الجنازة سبعة. الأول: النية، فينوي فعل الصلاة، فينوي فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الجنازة، وينوي فرضيتها. طبعا صلاة الجنازة هي في الأصل فرض كفاية، لكن هي ذات سبب، واضح؟ وبالتالي يشترط فيها هذان شرطان في النية، يشترط فيها فعل ثلاث شروط: يشترط فيها فعل الصلاة وتعيينها ونية الفرضية. الثاني: أربع تكبيرات. الثالث: قراءة الفاتحة في الأولى أو في غيرها. المعتمد عند الشافعية، وهو الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في غالب كتبه، أن الفاتحة لا تتعين بعد التكبيرة الأولى، بمعنى أنه يمكنك أن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية، يمكنك أن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثالثة، يمكنك أن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الرابعة. الأفضل أن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، واضح؟ وبالتالي بعض الناس يسأل يقول: أنا جئت إلى صلاة الجنازة والإمام قد كبر التكبيرة الأولى، فلما كبرت التكبيرة الأولى إذ به يكبر التكبيرة الثانية. نقول: كبر التكبيرة الثانية مباشرة بعده، ويمكنك أن تقرأ الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ممكن، لأن الفاتحة لا يتعين مكانها بعد التكبيرة الأولى، يمكن أن تكون بعد الأولى أو بعد الثانية أو بعد الثالثة أو بعد الرابعة، والأفضل كونها بعد التكبيرة الأولى. فقال رحمه الله تعالى: والثالث قراءة الفاتحة في الأولى أو غيرها. الرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. الخامس: طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، وأقل الواجب أن يقول: اللهم صل على محمد. والأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. الخامس: الدعاء للميت بعد الثالثة، وأقل الدعاء أن يقول مثلا: اللهم اغفر له. والأفضل أن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، إلى آخر الدعاء، أو اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، إلى آخر الدعاء. ثم قال رحمه الله تعالى: السادس القيام للقادر. السابع السلام. هذه أركان صلاة الجنازة. ثم تكلم بعد ذلك على الدفن، فقال رحمه الله تعالى: وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. أقله حفرة تكتم رائحته بحيث لا يشمها الناس، وتحرسه من السباع أي من الحيوانات المفترسة، فلا يستطيع حيوان مفترس أن يحفر ويصل إلى الجثة. قال: وتحرسه من السباع، ويجب توجيهه للقبلة. ولذلك قال الفقهاء: يجب أن يوجه الميت إلى القبلة، فلو دفن إلى غير القبلة يجب نبش القبر وتوجيهه للقبلة ما لم يتغير. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله: ودفنه لقبلة قد أوجب وسن في لحد بأرض تصلب، أي وسن أن يدفن الميت في لحد، واللحد حفرة تكون
جهة القبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، أو قال لأهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى: ويجب توجيهه للقبلة، وأكمله حفرة قدر قامة وبسطة. قدر قامة أي قدر قامة الرجل المعتدل، وبسطة بأن يمد يديه هكذا، أي ما يقارب تقريبا 2 متر. قال: وأكمله حفرة قدر قامة وبسطة، وهو 4 أذرع ونصف، يعني أكثر من 2 متر. يعني لو قلنا الذراع الواحد 50 50 و50 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 مترين، صح؟ ونصف، يعني عد، يعني تقول 2 متر ونصف، هذا فيه تعميق. وقد جاء في الحديث: احفروا وأوسعوا وعمقوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمق القبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم الندب بتعديد شمائل الميت، نحو وسيداه وكهفاه ونحو ذلك من الكلام. قال: ويحرم النوح، وهو رفع الصوت بالندب، ويحرم الجزع بضرب الصدر والخد ونشر الشعر وشق الجيب، هذا الجيب فتحة الثوب. قال: وطرح الرماد على الرأس ونحو ذلك. أما البكاء وإظهار الحزن فإن هذا جائز، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما مات ابنه إبراهيم بكى وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. طبعا هو ذكر هذه الأحكام كغيرها من الأحكام بحسب هذا المختصر. من المسائل المهمة التي يحسن ذكرها في هذا المقام أن العلماء يقولون: من شرط صلاة الجنازة أن يغسل الميت، فإذا لم يغسل الميت فلا تصح الصلاة عليه. واضح؟ إذا لم يغسل الميت لا تصح الصلاة عليه، بل قالوا يدخل وقت صلاة الجنازة بتغسيل الميت، فإذا غسل الميت صلي عليه، إذا لم يغسل الميت لا يصلى عليه. ثم فرعوا على هذا مسائل، فقالوا إن الإنسان إذا مات مثلا بأن انهدم عليه بئر فمات فيه، أو مات غريقا في البحر، قالوا وتعذر إخراجه وتغسيله، قالوا لا يصلى عليه. هذا هو المعتمد عند الشافعية، أنه لا يصلى عليه. جاءت مسألة قبل شهرين، حادثة الطائرة التي سقطت في البحر، هل يصلى على هؤلاء أم لا يصلى عليهم؟ واضح؟ الجواب: يصلى عليهم. لماذا يصلى عليهم؟ يصلى عليهم لسببين. السبب الأول أن جماعة من فقهاء الشافعية خاصة من المتأخرين يرون أن الصلاة لا تسقط إذا تعذر تغسيل، إذا تعذر تغسيل الميت أن الصلاة عليه لا تسقط، مستندين للقاعدة الفقهية التي تقول: إن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا لم نستطع القيام بتغسيلهم فإننا نستطيع الصلاة عليهم، وما دمنا نستطيع الصلاة عليهم فإن هذا لا يسقط، لأننا عجزنا عن شيء آخر وهو التغسيل. واضح؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني أن بعض فقهاء الشافعية كالرافعي رحمه الله يرى أن الغريق لا يجب غسله، لأن المقصود من التغسيل التنظيف. واضح؟ وهذا قد غرق في الماء وقد حصل ذلك، وما دام أنه لا يجب غسل الميت إذا مات غرقا، على اختيار الرافعي ليس على المعتمد، على اختيار الرافعي، ما دام أنه لا يجب تغسيل الميت ما دام أنه مات غريقا، إذن
نقول أو أن الموت غرقا يكفي في غسل الميت، نقول هذا قد حصل له غسل وبالتالي تصح الصلاة عليه. ولذلك الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج ذكر هذه المسألة وقال قرر لنا شيوخنا، هكذا بمعنى كلامه، يقول قرر لنا شيوخنا أنه لا يصلى على من تعذر تغسيله، لا يصلى على من تعذر تغسيله، واختار جمع أنه يصلى عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، والقلب إلى ما قالها إلى ما قاله هؤلاء الجمع أميل. واضح؟ يقول النفس القلب تميل إلى ما قاله هؤلاء أنه يصلى عليه حتى مع تعذر تغسيله. واضح؟ وبالتالي عندما سأل بعض الإخوان في تلك الأيام هل نصلي أو لا نصلي، قلنا يصلى على هؤلاء الذين نحتسبهم عند الله عز وجل شهداء، بل وصلينا عنهم في هذا المعهد.